مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. اهلا ومرحبا بكم الى برنامجكم تخليص يسعدنا. في هذه الحلقه نستضيف المحلل الصحفي والمحلل السياسي فادي عجاوي. كيف حالك استاذ فادي؟ الحكمة، رمضان كريم. الله أكرم، وانت بألف خير، انت والمشاهدين بألف خير. بداية أخ فادي، هناك من يتهم الموحدة، طبعا أنت تعرف وأنا أعرف، الكل يعرف أن النقب ما أخذوش، خلينا نقول الدولي ما أخذتش حقها في النقب بسبب وجود الموحدة في الائتلاف. شو اختلف النقب عن الحكومة الحالية أو الحكومة السابقة؟ لا، أولاً أنا يعني أفهم أنه هناك اتهامات سمعناها من اليمين المتطرف باتجاه القائمة العربية الموحدة، أنه بسبب وجود القائمة العربية الموحدة فالدولة يعني أو السلطة يعني أيديها مكبلة ولا تستطيع يعني تطبيق القانون بشكل قوي مثل جمع السلاح وكل هذه الأمور. أنا أقول أن هذا يعني إذا أردنا أن نتحدث بواقعية وموضوعية هذا كلام فارغ، هو فقط للمناكفة السياسية. والإثبات على هذا الكلام أن القائمة العربية الموحدة وحقيقة حتى جميع الأحزاب حتى المشتركة تطالب منذ فترة طويلة بجمع السلاح في المجتمع العربي، الذي يقال أن هناك حوالي 200 ألف قطعة في المجتمع العربي. من يقول هذا الكلام فقط للمناكفة السياسية. وأذكرك أنا رئيس بلدية، رئيس مجلس عمر بني بدش، أنا سمعته بهاجم وبقول أنه الشرطة والدولة مقصرة، وحتى الآن يعني مش هو لم 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 يقل عن الحكومات السابقة اللي كود كان 12 سنة يعني في هذا الحكم، واتهم هذه الحكومة بالتخاذل مع الدكتور منصور عباس. لا، هذا قلت لك هذا كلام فارغ. لماذا؟ إذا أراد أن يتحدث عن الشرطة كشرطة كذراع مؤسساتي في الدولة ربما أتفهم هذا الأمر. نعم، الشرطة لا تقوم بدورها لأنها لا تقوم بجمع السلاح، لأنها لا تقوم بحل كثير من الجرائم في المجتمع العربي، لأنها لا تقوم بإلقاء القبض على من يقوم بهذه الأفعال. وبالتالي نحن رأينا الآن أن هذا السلاح وهذا القتل وهذه الجرائم بدأت أيضا تصل إلى المجتمع اليهودي والمجتمع الإسرائيلي بشكل عام. وهنا دعني أقول هذا يثبت للأسف عنصرية التعامل في المؤسسة الإسرائيلية بشكل عام، المؤسسات الدولة العميقة. عندما كان القتل لمدار سنوات طويلة في العشر سنوات الأخيرة نعاني من قتل أكثر من 100 قتيل كل عام، لم نرى هذه يعني الضجة حول القتل. ولكن عندما حصل للأسف في الأسبوع الأخير 11 ضحية جلها من الوسط اليهودي والمجتمع الإسرائيلي، بدأنا نسمع في الحكومة وفي المؤسسات نريد جمع السلاح. أخ فادي، لماذا الآن فقط الآن هذه الهجمة المسعورة، إن كان في الإعلام إن كان في الشارع إن كان في المدن، هناك هجمة شرسة على إخواننا في النقب. ينضم إلينا نائب رئيس بلدية طراط السيد عطاء أبو مدغم، والسؤال برضو موجه إليك أخ فادي، لماذا الآن هذه الهجمة الشرسة؟ يعني طبعا لا يمكن أن نذهب بعيدا بسبب طبعا عملية الإجرامية التي حصلت حقيقة في بئر السبع، واللي كان للأسف منفذها من بلدة حورة في النقب. وهذا استغلال، يعني أقول بصراحة استغلال سياسي سيء جدا من أجل الترويج والتحريض على مجتمعنا العربي في النقب. فكان استغلال هذا الحدث هو فرصة كبيرة. نعم. لليمين، الذي على فكرة ليس فقط من اليوم بل منذ فترة، وأنت تذكر في هذه الحكومة أحزاب اليمين تعتقد أن النقب هو الخاصرة الضعيفة للقائمة العربية. نعم. الموحدة. نعم. ولهذا نعم. تحاول ضرب الموحدة من خلال هذا الملف، ونذكر موضوع التجريف في النقب، موضوع هدم البيوت في النقب. نعم. وكأنه هناك محاولة مؤسسة الدولة العميقة، ونتحدث عن الدولة العميقة في هذه الدولة، تنفذ أجندات أحزاب اليمين المتطرف. نائب رئيس بلدية طراط السيد عطاء أبو مدغم، إحنا شايفين في المدة الأخيرة الهجمة الإعلامية قبل السياسية على إخواننا في النقب وعلى النقب بأكمله، كيف تقرؤون هذه الهجمة؟ طبعا رمضان كريم لكم جميعا، ومن خلال هذه الحلقة
نحن نكمل مسيرة التصدي للحملات التي أصبحت كبيرة في الإعلام العبري، وأنت والكل تابع قديش أنا كنت في جميع تقريبا القنوات المتكلمة بالعبرية كي يعني أبعد عنا كل هذه موجات التحريض التي أصبحت الصحافة شريكة في التحريض ضد عرب النقب، وكأنه البدو احتلوا البلاد من جديد، وكأنهم دولة داخل دولة، وكأن الدولة فقدت سيطرتها. كل هذه الموجة ارتفعت بسبب العمل الإجرامي الإرهابي الذي كان في بئر السبع، وهو عمل مرفوض. لكن من ناحية احنا بنقول كل اللي بتابعوا موضوعنا، موضوع عرب النقب، اذا انتم بتلاحظوا، انا يعني حكيتها في لقاء قبل كم يوم مع كل المقاولين العرب واليهود في بئر السبع، انه الموجة الكذب اولا نسميها والتحريض الموجودة في النقب أجبرت بل سحبت حكومة بأكملها أن تنزل قبل عدة أشهر لبئر السبع، وفي نفس اليوم تعمل مطلة تنظر من مكان معين تطل فيه على مدينة راط، وكأنه مدينة راط يعني فيها هذه يعني دولة أو آسف مدينة فيها إجرام ومجرمة. وطبعا هذا التحريض الذي يعني ما وقفش دقيقة بعد سقوط نتنياهو بدل على أنه هي حرق الدم من اليمين، أنه كيف عرب النقب استطاعوا أن يكونوا شركاء في صنع القرار الإسرائيلي السياسي والإطاحة بنتنياهو وإقامة حكومة بديلة طيب. لحكومة الليكود واليمين. لذلك جل غضبهم وكذبهم وتحريضهم هو لسبب واحد، مش قضية الأرض. قضية الأرض تيجي بعد، مش قضية أمنية تيجي بعد، القضية هي سياسية. مش قادرين يبلعوا إنه عرب النقب بتصويتهم بفوز الموحدة إن تكون يعني كفة راجحة أدت إلى يعني ذهاب نتنياهو خارج اللعبة السياسية. ولكن عطا إلك ولفادي طبعا السؤال، إحنا اليوم شفنا الأجواء خلينا نقول نوعا ما مع بداية شهر رمضان المبارك نوعا ما هديت في النقب، ولكن خلينا نقول برضو مش غلط إنه يكون في انتقاد ذاتي. هل هناك من أخطأ في قيادة النقب وسكان أهل النقب؟ هل هناك كان في خطأ معين؟ وين الخطأ اللي ارتكبوه أهل النقب عشان نحكي على خطأ في القيادة؟ فيش خطأ لا في الشعب ولا في القيادة. ولا العملية الأخيرة اللي صارت في بئر السبع مش خطأ؟ دقيقة، هذا شيء شخصي، يعني أنت كمان الشخص اللي في أم الفحم أخوه شرطي وهو طلع داعشي، ما خصش الأشياء الشخصية البرسونالي. واحد بيقدر ينجن لحاله ويعمل إشي، ما حدا. واحد بقتل مرته وشاور حد لما قتل مرته، لما واحد خنق طفل عنده، الأشياء الشخصية اللي هي ذاتية بين الشخص ونفسه ما بيعلم بها إلا الله. حتى يعني حتى أجهزة الأمن والمخابرات قالت إنه إحنا يعني إحنا فشلنا، كان تحت عيننا وفشلنا. طيب فادي خلينا نسمع فادي. خلينا بس أوصل الفكرة. سؤالك صعب جدا، حتى أنا يعني حتى تعرف ليه صعب جدا؟ لا لا لا، أنا بدي حابب تفهمه. تعرف ليه صعب جدا؟ لأنه إحنا ولد صغير عمره 5 سنين بيغلط، بحملوا 1,800,000 المسؤولية، فلذلك إحنا لازم نكون على قدر المسؤولية، من أكبر واحد في الداخل لأصغر واحد. عمي إحنا حكينا كل النقب وكل العرب انتقدوا هذه العملية، ما فيش حدا صفق لها ولا في تهاليل ولا في ولا إشي، الكل ضد وقلنا هذا إرهاب. أنت بتسأل سؤال وكأنه النقب يعني وين غفي القيادات، وين غفيت؟ لا 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 لا، إحنا في قضايا أمنية الدولة لا هذه هي تعالجها، القضايا الثانية المدنية إحنا كسلطات محلية وكقيادات موجودة بالساحة إحنا بنطالب إنه ترتفع هذه الخدمات إلى تصل إلى
المستوى الذي ممكن أن يعيش فيه. يعني بدك تقول عطى برضو أنتوا كقيادة في النقب ما بتقدروا تساعدوا الشرطة والدولة على خلينا نقول صد عمليات تهريب المخدرات اللي بتدمر أولادنا وشبابنا، صدهم لتهريب الأسلحة اللي بتقتل في أولادنا، هذا برضو مش من مسؤوليتنا إحنا كأفراد؟ لا مش من مسؤوليتنا. ولا من مسؤولية مين؟ كل شيء بدي حمله على الدولة. يعني لا يا عمي والله في الاستوديوهات العبرية ما سمعت هيك أسئلة. مالك يا زلمة؟ لا أو تسمعها مني لأنه إحنا غلط، تربيتنا غلط عطا. يا عمي أنت معصب. تربيتنا غلط. طب اسمع اسمع. اسمع خليها بعدين، خلينا بعدين، خلينا أسمع، خلينا أسمع فادي. بس يا عمي أنت فتحت موضوع جدا مهم، اسمعني بس. ما إحنا مش وظيفتنا نقعد على الحدود، المجرم إن كان يهودي ولا عربي يمسكوه ويحبسوه ويحبسوه كل العمر. أنا بحكي على إنه مركزين على المخالفات الجنائية اللي بتطلع من الوسط العربي. طب روحوا افحصوا، افتحوا جوجل قديش في المنشور اللي طلعته المستند، طلعته الشرطة قديش في إجرام بالوسط اليهودي. المستند هو صالح لسنة 2020، بتشوف انه مليان اجرام في الوسط اليهودي مليان، وبعدين في تنسيق ما بين اللي بيبيعوا سلاح من الجيش او بيهربوا على الحدود. يا زلمه اولادهم واولادنا المجرمين مع بعضهم، ليش بصبغوا كل مسير عمليه فيها يعني تهريب سلاح؟ بعنيني شو اولادهم انا، بعنيني في اولادنا، بعنيني شو اولادهم انا، بعنيني في اولادنا، بعنيني في تربيه اولادنا. احنا فشلنا في التربيه، فشلنا في التربيه. ماشي يا عمي ماشي، لازم نربي اكثر، بس مش تقولوا انه هذه الدوله سويسرا وانه العرب هم ما حدا قال عن سويسرا، ما حدا قال. انا صدقني الموزمبيق متقدمه اكثر منها. أكبر اسمعني، تعرف انه اكبر حمامات دفيئه هاي بيقولوا عنها دفيئة. للمرحوانه دفيئه، للمرحوانه وين اللي قطوها؟ بعرف بعرف في مركز الدولة، في مركز البلاد، في مركز البلاد. لا لا يا عم صح في مركز الدولة، بس في منطقة صناعية يهودية على عشرات الدنومات. مش صحيح فادي، كم شكلة فادي. خليني بس فادي فادي أهدي بس الموضوع. اسمع لحكمة، تفضل. انا برأيي اذا كنت تقصد انه نحن نتحمل مسؤولية في موضوع التربية وهذه الامور ممكن اقبل. طبعا طبعا لا شك احنا كمجتمع دائما نتحمل مسؤولية، ولكن اذا كنت تتحدث انه والله البلدية بدها تروح اسا توقف اللي معه المخدرات ولا تروح تمسك اللي معه سلاح، هذا كلام مش منطقي. لا مطلوب من بلدية ولا مطلوب من اي مجلس محلي يقوم بهذا الامر، لا يهودي ولا عربي. مطلوب من الدولة ومن الشرطة تقوم بهذا الامر، وهي تفشل في هذا الامر. ولكن اريد ان اجيب على امر مهم جدا، سبب كل المشكلة واضطهاد هو انه في هناك ظلم على مجتمعنا. يعني انت بتحكي على البدو في النقب، بس اذكر للبعض اللي بعرفش بعض المعلومات، اهلنا في النقب يعانوا ظلم كبير منذ 73 عام. تتحدث عن نقب 13 مليون دنم، منهم يقطنون اخوتنا في النقب فقط على 300 الف دنم اللي هي اقل من 2.5%. صحيح. اي خطر؟ لا خطر. صحيح. بالمساحه. صحيح. ولا خطر في السكن ولا خطر في اي شيء. اهلنا في النقب 45 قليلا من التربية. اهلنا في النقب اذا رحت لا يوجد كهرباء ولا ماء ولا اي شيء. يا فادي هاي الصورة معروفة في مجتمعنا العربي وفي النقب. اسمح لي بس عطى اكمل جملتي. اهلنا في النقب يعانوا من ظلم منذ 73 عام. نتحدث، انا كنت في الايام الاخيره فقط في النقب في الزرنوك، كنت عند احد الاصدقاء، يا رجل من غير المقبول ومن غير المعقول سنه 2022 الناس تقتل بهذه الظروف، غير معقول، شيء غير منطقي. ما في كهرباء، ما في مي، يا رجل اجينا بس بدنا نساوي الانترنت هناك بقطع الانترنت خلال ثانيه. يعني فادي غريبه عليك هاي الدوله تنتهج سياسه التهجير ضد أبنائنا في النقب وإخوتنا في النقب، فلذلك بتخليهم في هذا الوضع. وإحنا منعرف بس على الأقل إحنا اليوم بشار فضيل. أنا قصدي اليوم إحنا بشار فضيل، فيش إمكانية إنه أنا أمسك أولادي وأقعد أنا وياهم يا إخواني يا أولادي، يعني أرجعهم للتربية الإسلامية. يا رجل أنت ماخذ النقاش لموضوع انه في فلتنه في المجتمع وانه الاب والام هم الاشكاليه. يا استاذ العزيز فيش فلتنه، الاجرام محدود
زائد حتى في النتونيم بيحكوا انه 70% من الملفات الاجرام ككل، المخالفات ككل هي من الوسط اليهودي، وال30% بس خذ بعين الاعتبار 30% هم لو يهوديين، يعني ممكن يكونوا عرب الداخل، ممكن يكونوا عرب الضفه، ممكن يكونوا عرب. منين جايب هاي المعطيات عطاء؟ انا اعطاك اياها هاي المعطيات. هي موجوده يا زلمه، موجوده يا زلمه. يا رجل احنا على هوا المليون و850 مسخوط اللي عايشين هون في الداخل، احنا اعلى نسبه عمليه اجرام في العالم، صرنا في العالم مش في اسرائيل، في العالم. من انت جاي مشحون. مشحون من مين؟ مشحون من عمليات القتل اللي بتتم كل يوم، اللي 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 صبايا قاعدات بنقتلن وهي قاعدات في دورهن. طيب مين قال لك انه احنا مبسوطين؟ احنا زيك زعلانين ونقدانين، بس اسمعني شوي. فضل. انت قلت لك في فرق بين انك تاخذ بتعطي نقاش على شو وضع النقب، ومن ناحيه ثانيه بتفوت. عنف وفيش قام من الوسط العربي بالشكل اللي هم بيصوروه، انت بصورة او اخرى بتعطي شرعية وكأنه الحملة ضد عرب النقب يعني مقبولة. لا مش مقبولة. انا بحكي لك النقب جزء لا يتجزأ منا ومن فلسطيني الداخل، ماشي. اما انا قبل كم يوم كنا في لقاء مقاولين عرب ويهود، وكان في بير السبع، وكان قائد شرطة بير السبع، تعرف شو قال؟ قال إنه فيش بروتكشن في بير السبع، فيش بروتكشن، أغلب الإجرام اللي عم بيحكوه بالورشات والبناء وكذا إنه أغلبيته العظمى مش من عرب النقب. هذا الكلام انحكى وأنا نزلت عليه بوست. من مين؟ من مين؟ من مين؟ من مين طلع البروتكشن؟ ما قال لك إيش؟ شو؟ من مين طلع البروتكشن؟ من مين؟ فش اجرام بروتكشن. ما في فش. هذا قائد بير السبع قبل يومين ثلاث. انتم اسمعني، التعبئة الموجودة اليوم اعلاميا تدحرج وكأنه صار واقع. لا يا عمي، كذب، اغلبه كذب. وفي امن وفي امان، واحنا بدنا الشرطة تفوت وتفتش بيت وتطلع كل سلاح، بس هذا لا يتعارض مع مطالبنا الشرعيه انه بدنا نعيش في بيوت وفي قرى وبحياه كريمه بمستوى زي الكل. بس اعطيك شغله واحده، لما انا حكيت في الوسط اليهودي وفي الاستوديوهات، انت كل مره بيقولوا اثبتوا ولاءكم للدوله، اثبتوا ولاءكم للدوله. لا لا، انا ما اثبتش ولاء لحدا. اسمعني شويه، انا حاسس الدولة ما بدها ايانا. طيب الدولة 70 سنة. طيب اخفادي معناته هنا اخفادي هون الاستاذ عطا، اعطانا شغلة. استنى يا استاذ عطا، مالك طول بالك، الدنيا رمضان، طول بالك انت يا رجل، طول بالك رمضان كريم. خليك حليم شوي معنا. لا والله حكمة مبين معصب، يا اما مش متصحر الزلم. لا الحمد لله صحرت. اخي فادي، بما انه اليوم هل يجب ان نسير في النقب ونسوق اعلاميا، انت كاعلامي وكخبير استراتيجي، ان نسوق منطقة النقب وسكان النقب مش بس في الدولة، في العالم كلياته، مثل ما تفضل الاستاذ عطا يا ابو مدغم، انه ما في بروتكشن، ما في شغلات. انا دعني اكون واقعي شوي. انا ارى يعني هذا برضو من معلومات، ربما يعني انا بكون قريب من كلام الاخ عطا، ولكن بالتاكيد في بروتكشن. السؤال قديش نسبه البروتكشن؟ هذا هو السؤال. في على فكره في الناصر في بروتكشن، في ام الفحم في بروتكشن، في الطايبه في بروتكشن، في سخنين في اسمح لي اسمح لي عطا اكمل في فرسابه في عطا اسمح لي اكمل لا لا طبعا اسمح لي بس يعني اتكلم هذا الموضوع. بروتكشن تقريبا موجود في كل محل. السؤال قد ايه النسبي الان؟ اذا بنلاحظ هناك نسبه مهمه جدا نعرفها، انه الجريمه في مجتمعنا العربي، نعم هي في المرتبه الثانيه في العالم، هذا رقم حقيقي، بعد كولومبيا احنا في المرتبه الثانيه في العالم. بس اذا ما بتعرفش الرقم بيقول 7.5 قتيل لكل 100,000 في مجتمعنا العربي،
7.5 قتيل. بتعرف قديه نسبة في الضفه؟ اقل من 1 للـ100,000، وفي الوسط اليهودي 1 للـ1,000، يعني للـ100,000 اسف، 1 للـ100,000. فبالتالي مجتمعنا العربي 7.5 جرائم القتل بالنسبه للوسط اليهودي ولاخوتنا في الضفه وغزه. هذا امر يجب ان نعرفه، هذه معلومات من هون مش من برا. الامر لازم نعرفه حتى نستطيع حل مشاكلنا، يجب ان نعترف بالواقع الان. ولكن انا لا اقبل تصوير مشاكل مجتمعنا وكانه مشاكلها نحن السبب فيها بالنسبه كبيره، غير صحيح. نحن مجتمع ظلم لسياسات الدولي منذ عشرات السنين، وبالتالي مرفوض بالنسبة لي أنه يضع الاتهام باتجاه شعبنا أو أهلنا في النقب أو حتى إحنا كعرب في الداخل. يجب أن نحل مشاكلنا أولا على الدولة، زي ما قال الأخ عطا وقال جملة مهمة جدا، قال لك الدولة بدهاش النقب، بدهاش إيانا، بدهاش أهل النقب. طبعا لا بدها النقب، بدهاش أهل النقب، لا لا هي بدها النقب، بدهاش أهل النقب، بدها النقب بس بدهاش أهل النقب. اسمعوني، ايوه نعدل. انا معدول من يوم ما الله خلقني يا عطا، انا معدول من يوم ما امي زلطتني يا حج واحد الله. الدنيا رمضان، لا اله عطا من سفريه بتعزمه لحكمه كل شيء بزبط. عطا لا لا، في هاي الامور في بدهاش عزايم، هاي بدها بس صح لسانك. استفزنا يا زلمه، استفزنا باسئلته وانت بتستفز، وانت بتستفز. عطا احنا اليوم، احنا اليوم كيف بدنا نضبط هاي الامور؟ العلاج انطيني يا اخي اكمول لمشكله النقب وسكان النقب، كيف احنا كعرب لازم نتصرف؟ اولا يعني انا لما خلينا بس اسكر، بس تطولش طبيب عليك، تطولش. ماشي بما يخص الاجرام والمعطيات، انا لا، هاي لا تشمل القتل، واضح انه قضيه القتل هي نسبه مرتفعه. انا حكيت على باقي الاجرام وملفات الاجرام ككل. بما يخص العلاج، اولا يعني عندما يشعر النقباوي العربي انه الدوله بدهاش اياه، بدهاش تحط ميزانيات، بدهاش تعترف فيه، بدهاش تعطيه قرية، بدهاش تعطيه شارع، كهرباء، يعني مصحة، يعني علاج، بدهاش تعطيه كل مؤسسات الحياة، كيف بدك إياه يكون مرتاح وبربي أولاده وعايش بكرم؟ الدولة، أنا بقول لك الإحساس اللي عندي، أنا بديت أحكي فيه الإحساس اللي عندي، إن الدولة على 70 سنة ما التفتت للنقب، لأنه النقب بالنسبة إلها كشعب زي قضية القدس والجولان، هاي الثلاث مناطق. إذا أنت بتلاحظ قضية أيضا الهرؤات، أنت بتحكي كلام خطير جدا، تحكي كلام خطير جدا، بما أنك أنت مرشح سادس في الموحدة، والموحدة جزء لا يتجزأ من الائتلاف الحكومي. طب خلينا نكمل الجملة. شو بدك تقول لي؟ القدس والجولان والنقب نفس المعاملة، ما احنا عارفين. انت حكيت جملة، انت عطا حكيت جملة اللي انا لازم اعقب عليها ولازم امسكك منها. انت رقم 6 في الموحدة، الموحدة اليوم جزء لا يتجزأ من الائتلاف الحكومي. الدكتور منصور عباس قال اخدرنا نجند الميزانيات للنقب، اخدرنا ان نعترف ننتزع اعتراف في 3 قرى وفي 10 قرى على الطريق. يعني هناك اهتمام في النقب. ما انا حكيت لك في سؤالي فضل. على التراكمات سنين طويله. هسه في اليوم امل انه نقدر من خلال هذه الحكومه ان نغير الواقع. من ناحية ثانية بخربشونا العملية إخواننا في المشترك، وأيضا بخربشونا اليمين اللي صبح بلا حكومة. يعني إحنا ما بين هؤلاء وهؤلاء. القضية هي كالتالي: الموحدة عندها برنامج لما يخص النقب وبالأخص منطقة النقع وبالأخص القرى الموجودة في النقع، وبالتالي فإنه الأشهر القادمة سيكون فيها يعني قرارات حكومية مصرية لعرب النقب، فيها سيكون اعتراف بالكثير من القرى، فيها اعتراف أيضا بآليات الإجراءات التنفيذية، حمليات الهدم سوف تتوقف باعتقادي، أيضا المطاردات والملاحقات
هي من ناحية إجراف هي نازل مش بطالع، بس إحنا نشتغل بتنظيم مدروس وهو إعطاء الأخوة في الموحدة والمستشارين والمهنيين الفرصة أن يكملوا المشوار. في ناس بده خلال 4 أشهر 5 أشهر الموضوع ينتهي، الموضوع له أكثر من 70 سنة متراكم، لذلك انتظرونا إلى آخر المطاف، هناك تحاسبونا إذا إحنا فشلنا أو لا. القضية مش سهلة، وجودنا كجزء من الائتلاف ليس سهل، احنا بنعرف قديش انه علينا ضغوطات من الكثير من يعني صحيح صحيح الساحه السياسيه. خلينا نكمل الفكره، لكن بس في غيرك عطى، في غيرك بده يجاوب. اللي بده يوصل لبر الامان بمجتمعه لازم يتحمل، لازم يثق انه الموحدي لما تقتنع انه فيش لها تاثير يوم واحد ما بتضل. لذلك كل ما كان في إن تأثير والأخ منصور يقود هذا التأثير نحن مستمرون. عندما نفقد التأثير تفقد الحكومة شرعيتها وتسقط. نعم أخ فادي، أنت شريك معي الأخ عطف اللي قاله. دائما يعني أنا بفكر غالب الكلام اللي قاله أكثر من 99% يعني أتفق معاه، باعتبار برأيي أنه يجب، أنا من أنصار نهج الدكتور منصور، بمعنى أنه يجب إعطاء الفرصة للقائم الموحدي حتى نهاية هذه التجربة، حتى نهاية الكنيسة الحالية، ونقيم هذه التجربة على ضوء النتائج. ولكن الآن من الظلم بعد كم 10 شهور أو أقل من ذلك أن تكون القائمة العربية الموحدة في الحكومة، والآن نبدأ بجلدها وجلد الذات. برأيي هذا الأمر فقط سيفيد القائمة المشتركة المنافسة السياسية فقط للموحدة، وأيضا هذا سيفيد أيضا أحزاب اليمين المتطرف، وبالتالي نحن سنلعب في الملعب الذي يريد اليمين. نحن لا نريد أن نقع في هذه المصيدة وفي هذا الفخ، وبرأيي علينا نعم. أن نصبر كمجتمع. ودعني أقول لك أمر، مجتمعنا نعم. العربي برأيي شخصي أصبح بالغا جدا وناشطا جدا، بمعنى أنه يستطيع أن يتقبل الكثير من أجل أن تنجح هذه التجربة، على أمل أن نحصل على شيء، لأنه بعد 73 عام ما هو البديل لدينا؟ وهنا أنا أوجه رسالة للآخرين، يعني دائما على السريع فادي لأن وقتنا ماذا مع القيادات الأخرى؟ ماذا مع المشتركة؟ ماذا مع القيادات الإسلامية الأخرى؟ نعم. يعني هن برضو قيادات هذا المجتمع، ولا المجتمع بس الموحد ومنصور عباس؟ نعم الموحد ومنصور عباس قادونا إلى تجربة جديدة شجاعة برأيي الشخصي. هذه التجربة قد تنجح أو قد تفشل، ولكن يقول لك الآن أخي عطا والآخرين دعنا فقط نصبر قليلا حتى نهاية هذه التجربة، وبعد ذلك نحكم عليها، وهذا أمر طبيعي. إن غدا لناظره قريب. أخ فادي إليك السؤال الموجه، بدك الأخ عطا رئيس بلدية راهط ولا عضو برلمان؟ إليك السؤال. شو هالسؤال؟ هاد صعب هذا السؤال، يعني بعرفش. والله كأي بعرفش. حد سألت بجاوبك بدبلوماسية، خليني اجاوبك. بديش تجاوبني، بدي بكلمة. معي 10 ثواني فادي، حرام عليك. معي 10 ثواني. بينفع رئيس بلدية بينفع عضو كنيسة، يدبر حاله هو. طيب عطا أبو مداغم، شكرا لإلك، شكرا لإلك ابن النقب. متأسفين إنه شدينا عليك، أما طلع الألمك ألمي وألمي ألمك بعرف. شكرا لكم، شكرا لك، شكرا لك المحلل السياسي فادي عجاوي، شكرا لكم. رمضان كريم. الله أكرم. بهذا مشاهدينا الكرام ناتي لنا هذه الحلقة من برنامج تخلص، على أمل لقائي بكم في الأسبوع المقبل بمشيئة الله. إلى اللقاء.